عالم الحب والرومانسية سافر جمهور مهرجان ميروبا على متن طائرة مروان خوري. الفنان الشامل وصاحب الصوت الدافئ والحنون قاد الرحلة وحلق إلى الأعلى ضمن السهرة الختامية لمهرجانات ميروبا السياحية. أجمل مطرح أنا منبسط فيه أن يكون على مسرح وبمهرجان، ما بتشبه أي شيء تاني. يمكن منغني كلنا سوا، منغني بمطاعم بمراكز حلوة بحفلات أحيان خاصة بس أنا هيدا مطرحي اللي بحس فيه إنه عم أقدم حالي، لأنه علاقتك مباشرة مع الناس. وسعادتي الإضافية إنه أنا ما كتير إذا كان عندي حفلات قبل كان شغلي أكتريته برا. كلنا بحاجة لنوع من المسؤولية وإن نقدم شيء حلو للناس ويكون في صدق، ومش نقدم له الحي الله، يعني في صدق بالتعاطي. أنا دائما مؤمن إنه بدي أتعاطى مع جمهور واعي. ميروبا القرية التابعة لقضاء كسروان هي نقطة جذب لكل الناس بمهرجان التاريخي والعريق. ميروبا دايما هيدا الصورة اللي دايما حابين نفرجيها للعالم، انه ميروبا هي الامن، هي انت جيت على مطرح كتير سيكيور تتسهري تنبسطي، وهي القصة كلها سوا. بنشاطاتهم عم بيعملوا مهرجانات، وهيدا مهرجان دولي مش مهرجان ضيعة. بتعقد ميروبا ما في منه. بمناطق كسروان والعينة على الاخر، ان شاء الله تكون بكل لبنان هيك. مدرج ميروبا امتلأ بجمهور من كل الفئات العمرية، اجوا بمحبة ليسمعوا كلام ولحن وإحساس فريد واستثنائي. ميروبا هي منطقتنا، نحن بنحبها كثير. ثاني شيء مروان خوري ما فينا ما نجي نحضره لانه كثير بنحبه وبنحب له اغاني. اكيد كثير متحمسين، وخصوصا هذا اخر لقاء هون بميروبا معه، وفنان هو عالمي وموسيقي وحلو واحد يسمع له. الطابع الرومانسي باغانيه كثير بيجذب يعني، وخصوصا انا وزوجتي فعرسان جداد فبرفكت بتكون. واكيد هو الاغاني اللي بيعملها كثير ملفته، فمن قبل يعني انا بحبه لمروان، واكيد هلا بعد ما تجوزنا زاد الحب. هالحنيه والبحه بصوته كثير بتجذب، واكيد نحن بنفتخر بانسان مثله يكون من لبنان. نحن اصلا مش عايشين بلبنان، وهلا فرصه ومزياده انه مروان وجينا كمان، هو بحبه يحضر ويسمع. انا مش انا واحد تاني خيالي واكتفي. انا مش انا واحد تاني غيالي.
الدافئ والصادق نجح مروان خوري بتقديم حفل جماهيري، وقدرت ميروبة أن تكون جزء أساسي من مهرجانات لبنان الدولية. عم نبي شوفوت وشوف وين في مهرجانات لروح أحضرها لشجع لبنان وقويله سياحته، عرفت كيف، وعيشه أكثر ونشطه وخبر عنه قديش مهم. نسبة للعالم برا أنه إحنا عايشين حياة طبيعية وما في عنا شيء بلبنان، أحلى بلد لبنان. المهرجانات بهذه الصيفية وبكل المناطق شوي عطيتنا شوي نظرة آمنة للبنان أكثر. يعني إن شاء الله يضل لبنان هيك دايماً عمران ونرتاح بقى، حلهم اللبنانية يرتاحوا مع كل الحالة والأوضاع، بس بعده بألف خير.